اهلا وسهلا بحضرتك. عايزك تكلمني على الحاجات اللي بتقدمها والمنتجات اللي هي الورقيه. انا بشتغل في فن لف الورق، تخصصت فيه وهو فن في الاصل فن اوروبي مش مصري، اشتهر في دوله فرنسا وايطاليا، وبعد الحرب العالميه اندثر وما عادش موجود، ورجع بقوه جدا في المملكه البريطانيه، وبعدين بدانا احنا نشتغل فيه في مصر هنا. عملت منه في الاول بدايه مجموعه من الزهور والبراويز، وبعدين طورتها لمرحله المجسمات، وتعتبر ديت اصعب واخر مرحله لفن لف الورق. الورق انت بتعمل ايه؟ اباجورات ولا فازات ولا ايه؟ بعمل بيه، انا بدات بيه ان انا اعمل العروسه، وعملت نموذج جديد بمناسبه عيد الفطر ان انا عملت العروسه ماسكه العيديه. وبتتقدم كعاديه، بتبقى هي في نفس الوقت ممكن اشغلها بعد العيد ان هي تبقى مقلمه تحط على المكتب، وقلم بتحط مكان الفلوس اللي هي العاديه، فتشتغل مقلمه. فانا بعتبرها بالنسبه للمناسبه يعني. هي دي بالورق بس ولا بتعمل ايه يعني؟ بتجيب الورق وبتعمله ازاي؟ انا بجيب ورق الكانسون العادي وبقطعه شرايح 8 مللي في متر، وببدا الفها بابره، فاخترعتها برضو وعملتها على ايدي اسمها ابره لف الورق، بلف بيها، وبعد ما بلفها بكره ابدا اجسم بايدي لغايه ما اوصل للشكل اللي انا عاوزه، بديله طبقه من الغيره الشفاف علشان يثبت الشكل بتاعي. طب قول لي ايه غير العروسه عملته النهارده بالورق؟ عملت طقم الشاي، وبيتعمل للديكور، بتحط في المطابخ او ممكن تحط في السفره. عملت الفازه، وفازة جاهزة للاستعمال، يتحط فيها الورد، هي مفرغة من الداخل كلها ومخروطة من الورق وكلها بالإيد، لأن في ناس شافتها كتير وقالت ده شغل مكن، ده شغل يدوي 100%. لفيت الورق بإيدي وشكلته واديته طبقة الحماية، لأن في ناس ممكن في الآخر يقولوا إيه ده ورق ممكن مع شوية مية أو حاجة بيبوظ. لا لا لا، أسأل حضرتك، ما هو ده معرض للتلف بسهولة. بالظبط، لا هو أخد طبقة حماية، إن هو يبقى ضد، اولا ضد الكسر، ثانيا ضد الميه، اخذ طبقه حمايه انها تبقى مقاومه للميه. يبقى دوت استفدنا ان احنا اشتغلنا بخامه موجوده، ووصلنا بها ان هي تبقى معمره مش هتتكسر. انت موضه الحاجات دي، موضه في الديكورات يعني السنه دي؟ هو احنا بنحاول الاشغال اللويه زي ما حضرتك عارفه مجهله، محدش عارف انا حاجه، احنا بنبدا شويه شويه نظهرها، وبنطالب من خلال حضرتك ان احنا الكلام ده يتطبق في المدارس للاطفال، ان احنا نشغلهم باشغال يدويه، لان هم دلوقتي بيبدا نسلم عقلهم لافكار للتلفزيون والانترنت، وممكن تبقى افكار هدامه، لا احنا نعلمهم يشتغلوا شغل يدوي وتبقى افكارهم كلها بناءه.